وخلونا دلوقتي نتابع مع بعض أخبار الطقس بالتفصيل. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري، معتدل بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشديد البرودة على جنوب البلاد، وفي النهاردة كمان أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة. في فرصة لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. أخبار الطقس إيه يا دكتور؟ صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك أستاذة بسام. صباح الخير على كل الشباب المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. احنا طبعا اليوم مكملين في التحسن والاستقرار في الاحوال الجويه واحساسنا بالاجواء الشتويه خلال فتره النهار وخلال فترات الليل، لان مصادر الكتل ما زالت كتل هوائيه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط فمنخفضه في درجات حرارتها، بالاضافه كمان في امتداد منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا بيعمل على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه على مدار اليوم، فبتحجب جزء من اشعه الشمس وبتحد من تاثير اشعه الشمس خلال فتره النهار. فاحنا بدايه اليوم فترة الصباح بنحس بالأجواء الباردة، مع تقدم ساعات النهار ودخول فترة النهار بنحس بالأجواء المعتدلة تماما على أغلب المناطق اللي موجودة في القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، يمكن المناطق الشمالية المطلة على البحر المتوسط بتكون فيها انخفاض في درجات الحرارة، في الأجواء عليها فترة النهار أجواء مائلة للبرودة، المناطق الجنوبية جنوب الصعيد أجواء مائلة للدفء داخل فترة النهار ومع وجود أشعة الشمس، لكن أول ما أشعة الشمس بتغيب وبندخل فترات الليل بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، خاصة كمان بيكون محسوس في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر. الصغرى خلال فترة الليل على القاهرة الكبرى بتكون 9 و10 درجات، بعض المدن الجديدة أقل من 10 درجات، محافظات شمال الصعيد وبعض المناطق كمان من جنوب الصعيد بتوصل ل5 و6 درجات، وسط سيناء بتنخفض بتوصل أحيانا للصفر، عشان كده بنقول أجواء فترة الليل بتكون أجواء باردة إلى شديدة البرودة على أغلب أنحاء الجمهورية، الصقيع بيتكون على المزروعات الموجودة في وسط سيناء وبعض المناطق كمان من شمال وجنوب الصعيد، بالفعل كمان في تكون للثلوج على مرتفعات سيناء وقمم جبال موسى وسانت كاترين، ففي انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة فترات الليل، بالإضافة كمان إن اليوم مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة متوقع يكون في فرص لسقوط الأمطار ما بين الخفيف إلى المتوسط على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط، مرورا طبعا بمطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، المناطق دي معرضة لسقوط أمطار على فترات. دي المناطق اللي هيكون فيها أمطار معرضة، دي المحافظات اللي هيكون فيها أمطار، لكن الأمطار اليوم خفيفة المتوسطة، بعض المناطق ممكن خفيف ممكن تزيد عن الخفيف وتصبح متوسطة، مجملها إن شاء الله مش هيأثر تماما على أعمال الأنشطة اليومية. متوقع من غدا إن شاء الله نبدأ نشهد بعض التقلبات الجوية، أما هيكون في نشاط للرياح على أغلب المحافظات الموجودة في الجمهورية، نشاط الرياح ده في بعض المناطق خاصة المناطق المكشوفة هيؤدي لإثارة الرمال والأتربة، لأن سرعات الرياح ممكن تتجاوز ال 40 كيلو متر على الساعة، فاحنا من غدا الاحد نبدا نشهد التقلبات الجويه، مع يوم الاثنين هيكون في نشاط للرياح لكن مش هيكون مثير للرمال والاتربه، لكن هيزود احساسنا بانخفاض درجات الحراره وبروده الطقس، وهيكون في انخفاض في درجات الحراره ملحوظ بحوالي من 2 ل3 درجات، هتصبح العظمى على القاهره الكبرى ما بين ال 17 وال 16 درجه مئويه، فاحنا عاوزين ناخد بالنا من الانخفاض الملحوظ في درجات الحراره خلال الايام القادمه، فتره النهار وفتره الليل، كمان كميات الامطار هتزيد على المناطق الساحليه وتتحول لأمطار متوسطة وممكن تتقدم لبعض المناطق الداخلية. هايل، بنشكرك يا دكتور، كل الشكر ليك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبتدي بمحافظة القاهرة اللي العظمى فيها 19 والصغرى 9، أما العاصمة الإدارية الجديدة العظمى فيها 19 والصغرى 9، الإسكندرية 18 10 العظمى، في العلمين الجديدة هتكون 18 10، أما مطروح ف 17 10، دمياط 18 11، بورسعيد 19 10، الإسماعيلية 20 9.
محافظة السويس العظمى فيها 19، الصغرى 10، العريش 19-10، سان كاترين 12-3، طابة 20-11، حلايب 22-14، شلاتين 23-14، شرم الشيخ 22-14، الغردقة هتبقى 20-11. محافظة الفيوم العظمى فيها تكون 19، الصغرى 8، بني سويف 19-8، الوادي الجديد 20-6، أسيوط 18-5، سوهاج 19-7، إنا 20-8، الأقصر 20-7، أسوان 21-10.